سمعنا الفترة اللي فاتت رابع يوم رمضان عن حادثة فتاة في الوراق اللي كانت بتاخد خطوات انها تكون موديل واخدت جوائز قبل كده، ملك جمال الوراق نس وقف لها مس نايل، واخدة لقب توب موديل مس نايل 20 مس نايل 20 كام؟ 22 السيزون اللي فات ده. بغض النظر هي فتاة جميلة وفتاة في بداية عمرها بتاخد خطواتها، بس الحقيقة جارها استناها وهي نازلة ربع يوم رمضان وشوه وشها بالقطر أو بالمطوة، والسبب مش معروف لغاية دلوقتي. يعمل ده ليه؟ إيه الفكرة؟ معرفش. خلينا نسمع من مرة ونفهم منها. كل سنة وأنت طيب الأول يا مرة، وأنا آسف أنا أجيلك في ظروف زي كده، بس بإذن الله يا رب، بإذن الله بإذن الله الجروح اللي في وشك دي هتروح. يعني الحمد لله يا رب ان انت بتقولي ان الدكاتره بتقول مع الكريمات ممكن الوضع يتحسن، بس انا مش فاهم ايه اللي حصل للواقعه دي. انت عندك كام سنه الاول؟ داخله في العشرين، يعني قول 19. طب هو سنه 37 سنه. 37 سنه؟ طب ايه اللي حصل يا مروه؟ ايه انت تعرفي الراجل ده قبل كده؟ شفتيه؟ تتعاملتي معاه؟ انا طبعا شفته بحكم ان هو جوري في الدور الثاني وانا في الدور الرابع. هو في الاول قالوا يعني يعتبر الثاني وانا في الرابع. تعاملي معاه قبل كده عمري ما اتكلمت معاه، ولا هو ولا اساسا حد من جيراننا. يعني انا علاقتي في الشارع محدوده جدا جدا جدا. تعاملي الوحيد معاه كان قبل الحادثه بتقريبا 5 ايام. كنت طالعه وكنت واقفه برده مع صاحبتي، بس كنا واقفين بره. سلمت عليا ومشيت وسابتني، وانا طلعت انا بطلع السلم بسرعه، فهو كان واقف قدام باب شقته، فانا لفيت كده واول ما شفته وقفت مكاني ما اتحركتش. راح قال لي عدي عدي ما تخافيش، انا لا بخوف ولا بخاف من حد. فقلت له انا مش خايفه، اخاف ليه؟ ورحت عديت من جنبه. ده كانت اول واخر تعامل بيني وبينه كشخص. بس بعد كده رحت عند جدتي الايوبيه 5 ايام تقريبا، ورجعت قبل الحادثه بيوم. طبعا كنت راجعه مع اهلي، واليوم الوحيد اللي نزلت فيه كان يوم الحادثة. اليوم ده سمعت قبل الفطار مشادة ما بينه هو وعمه، كنت واقفة في المطبخ بحضر الفطار وكنت سامعاه لأن دورهم تحتي على طول وشباك المطبخ بيطلع السلم، فكانوا بيزعوا مع بعض وبيقولوا ازاي مش خايفة مني، انا ما كنتش عارفة الكلام عليا، ازاي ما تخافش مني، ازاي مش خايفة مني. فانا ما كنتش عارف ان الكلام عليا، لان الموضوع اللي قبله ده يعني انا ما اهتمتش بيه خالص. هو بيكلم مين؟ بيقول عمه. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له ازاي مش خايفة مني، ازاي ما تخافش مني. بس انا ما فهمتش ان الكلام عليا، لان انا اصلا ما حكيتش اللي حصل ده لحد غير والدتي. وعايز اصحاب العماره كلهم يخافوا منه؟ هو مفيش حد غيرنا للاسف. انتوا الشقه الوحيده؟ الباقي المفروض ملكهم هم. حددوا يعني بيعمل اللي هو عايزه. انا قبل الواقعه بحوالي 3 سنين كنت نازله مع صاحبتي وسمعت صوت حد بيقول لي انت مروه، فقلت كان عمه محبوس. قال لي يا مروه كمال حبسني، المتهم حبسني، وهو اسمه كمال، قال لي حبسني ومش عارف اخرج وعايز يقتلني. طبعا انا كبني ادمه طلعت بسرعه جريت على البيت واتصلت باهله، باهل اللي هو كان محبوس، وجم خدوه وانقذوه. الشخص ده بقول له دلوقتي في النيابه يجي يشهد باللي انا عملته، مش راضي، خايف منه. قال لي انا لو قلت كده اقول انا ما حصلش. ولاده قالوا لي احنا هنشهد معاكي، لان انا كلمت ولاده ساعتها وجم انقذوه. قال لهم انتوا لو شهدتوا معايا انا هقول ان الكلام ده ما حصلش، خوفا من المتهم ده، خايف منه ان هو لو خرج يزي تاني. محبوس يعني حصل شقتكم؟ انا عارف، انا خدت بالي يا فندم. دلوقتي حاجة انت بتقولي بقى انك انت سامعه من في البلكونه، سوري في المطبخ، بيقول ازاي مش خايفه منه. بالظبط. وده كان ربع يوم رمضان وانت كنت صايمه وفطرتي مع اهلك. بعد الفطار بالساعه وربع تقريبا، كانت الساعه بالظبط 8 الا ثلث، صاحبتي كلمتني على الساعه 7 كده، يلا يا مروه ننزل. قلت لها انا كمان زهقانه يلا ننزل. فقالت لي انا هاجي اخدك ونخرج نشرب عصير او نعمل اي حاجه. قلت لها ماشي. جات لي على اول الشارع اتصلت بيا انت فين؟ قلت لها انا بلبس الكوتشي ونازله. كنت بلبس الكوتشي بره واختي 5 سنين بتتكلم معايا وبتقول لي على حاجه. ده اللبس اللي كنت لابساه؟ ده اللبس بتاعك اللي كنت لابساه يا ابني؟ لا ده غرقان دم كله. وبعدين يا مروه؟ كلمت صاحبتي وبلبس الكوتشي واختي بتكلمني بصوت عالي شويه وبتقولي عايزه حاجات تسيل يا مروه. قلت لها حاضر. سمعت صوت، هو سمع صوتي فطلع اتاكد ان انا، وراح نزل بسرعه جري على تحت. انا كل ده مش حاطه في دماغي اي حاجه، انا ماسكه الموبايل وصاحبتي بترن ومامتي جوه واختي بتكلمني ومش في دماغي حاجه.
نزلت وقفلت الباب، هو الباب بتاعنا بمفتاح، باب حديد، قفلت الباب وخدت المفتاح ونزلت، فسمعت صوت مفتاح بيتقفل تحت، كنت فاكره ان باب شقه، ما اعرفش ان ده باب العماره. هو نزل على طول قفل باب العماره بالمفتاح وبالترباس وطلع على شقته. في اللحظه دي انا نزلت، زي ما قلت لحضرتك في الاول انا بنزل بسرعه، فهو كان باب شقته مفتوح، فنزلت بسرعه ورحت ببص لقيت الباب مقفول، فكنت فاكراه مقفول عادي، بلف الاكرة لقيتها مش عايزه تفتح، وصاحبتي في اللحظه دي كانت بترن، عملت الموبايل سايلنت وببص في الشنطه، الشنطه اللي انا كنت لابساها كانت كروس، فلسه بفتحها سمعت صوت من ورايا، لسه بعمل كده لقيت ده بيهجم عليا وفي ايده حاجه مش شايفاها، السلم كان ضلمه، ولقيته اول ضربه ضربها لي كانت في دماغي، على ما كنتش شايفه قوي في الضلمه، بس اول ما رحت القسم شفت الاله جابوها قدامي، كانت قطر، هي الاله اللي كانت عليها دمي في بيته، وكانت كل حاجه يعني، لكن انا في الواقع انا ما شفتهاش، انا كنت حاسه بالتين في ايده مش اله واحده، لان هو كان بيضربني بايده الاثنين يعني، مكتفني كده وبالايد دي بيضرب هنا وبالايد التانية بيحاول ان هو يضربني في دماغي عشان افقد الوعي. فاول ضربه ضربها لي طبعا نزفت جامد، انا ما كنتش عارفه حتى ان ده دم من الصدمه ومن الخضه، فضلت اصوت جامد واقول حد يلحقني يا بابا يا ماما، وكان الشارع طبعا في الوقت ده كان صلاه التراويح هتبدا، فكان في ناس في الشارع، فعلى صوتي جه جوري هو في العماره اللي في وشنا وفاتح سوبر ماركت، فجه بسرعه، هو كان عمال يضرب فيا جامد وما كانش بيتكلم ولا بيقول اي حاجه، هو بيضربني كان عمال كده بقوه، وانا طبعا هو عمال يزق فيا عشان اقع، وانا بحاول ان انا اقوم عشان ما اقعش، وبحاول ان انا اقوم بس مش قادره، كل ده حصل تقريبا في 30 ثانيه. جوري لما جه كان هو رافع رقبتي لفوق وبيحاول ان هو يجيب وشي كله من اوله لاخره، ده على كلام جوري. انا طبعا ما كنتش حاسه بحاجه. هو جوري جه عمل ايه؟ جوري جه طبعا الباب مقفول، راح مصوت جامد وعمال يحاول يكسر في الباب، بيقول له انت بتعمل فيها ايه، ابعد عنها ابعد عنها، انت بتعمل فيها ايه، وعمال يحاول يكسر الباب. ده كان في اللحظه دي رفع رقبتي، لما شافه طبعا اتخض وراح طلع يجري على فوق، فجوري طبعا على صويتي وصويته، كل ده اصلا اهلي مش عارفين ان انا، مامتي على ما عرفت ان انا وسمعت صوتي جت تفتح الباب بتاع الشقه لقيت المفتاح مش موجود، فجريت على البلكونه وفضلت تحاول تنده على بابايا وتصوت، بابايا طبعا نزل، وهي نزلت بس كان بعد ما الجيران كانوا عمالين يحاولوا يكسروا في الباب، الشباب كلهم جم عمالين يحاولوا يكسروا مش عارفين، مامتي نزلت، وهنا انا افتكرت كانت الشنطه طبعا اتقطعت وكانت واقعه في الارض في الدم، كانت حاجتي كلها واقعه في الارض، فقعدت ادور على المفتاح في الدم لحد ما لقيته ورحت حذفته لهم، جم يفتحوا الباب بالمفتاح برده مش راضي يفتح، فاكتشفنا ان هو قافله بحاجه تانية غير المفتاح. كان قافله بترابيز، احنا ما كناش نعرف اصلا ان في ترباس في الباب، عمرنا ما استخدمناه، فهو كان قافله، جابوا حاجه حديد وكانوا بيحاولوا يكسروا الباب من فوق، ومامتي طبعا نزلت، كان عمه ده نزل وبقى عمالين يقولوا له افتح الباب، قال لهم مش عارف افتحه مش عارف افتح الباب، وطبعا كانت مامتي منهاره عماله تزق فيه عشان يفتح الباب وهو مش راضي او مش عارف، الله اعلم. هو بقى مسالم فجاه بعد ما كان عمل عملته؟ لا هو طلع فوق، اللي نزل ده عمه، عمه ده اللي انا انقذته قبل كده. هو بيشرب حاجه مجنون في وعيه؟ الطب الشرعي اثبت ان مفيش اي حاجه من دي خالص. عامل لك جروح قد ايه؟ احكي لي. طبعا جرينا على المستشفى. لا قولي لي، انت عندك هنا جرح ثلاثة، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا خمسة وهنا تقريبا ثلاثة، وهنا عدة غرز مش متحددة قد ايه. وهو كان عايز يشوهك يعني بالكتر ماشي في وشك كده بالشكل ده؟ وفي دماغي وفي دماغي انا، كل ده عشان انت طلعتي ومش خايفة منه؟ هو ده المبرر الوحيد دلوقتي، هو مش راضي يقول اي حاجة تاني. هو في النيابة لما سألوه انت عملت كده ليه قال ايه؟ وكيل النيابة مش بيقول حاجة غير ان هو ان الشخص ده بيقول كلام مش متزن ومش راضي يصرح بحاجة ينفع ان هي يتاخد بيها لحد دلوقتي في التحقيقات. هل هو متجوز؟ هل هو بيشتغل؟ هل هو الناس كلها هربانة منه؟ هو ضرب قبل كده اخوه بالسكينة في رقبته في عزا جدته، هم كانوا عزلوا وكان جدتهم توفت، كانوا قاعدين تحت البيت في العزا، ده جه من وراه بالسكينة ودخل بيها في رقبته، كانت قريبه من الشرايين والقلب، ده الدكاتره قالوا له انت يعني ربنا بيحبك انت نفدت باعجوبه،
وخد طبعا غراس كتير، وكان بيحاول في نفس الوقت يشيل السكينة بإيده وده بيحاول يزقها في رقبته، فخد 15 غرزة في إيده وفي رقبته. ومرة تانية برضو في رمضان كانت مرات بابا نازلة تصلي الفجر، طبعا كانت الشارع هادي، راح ضربها بالسكينة في دماغها من قدام، وطبعا خدت غرز كتير. وللأسف لما كانوا بيعملوا محاضر كان هو كمان بيضرب نفسه وبيأذي نفسه، وبيروح يعمل المحاضر يقول لك واحدة بواحدة انتوا تنزلوا انا هتنازل، ما تنزلتوش انا كمان مش هتنازل، وما حدش هيعرف يجيب حقي. يوم الحادثة كان واقف في البلكونة بيقول كلام زي كده، هو كان عايز ينط من البلكونة ويهرب، بس الجيران كانت واقفة له، كان بيقول انا مش خايف من حد، انا محدش هيقدر يعمل لي حاجة، كان بيقول كلام غريب. طب مروه دلوقتي الدكتور بيقول لك ايه؟ انا في الاول قلت لي ممكن بالكلمات ان الجروح اللي في وشك دي تروح، فايه برضو اخر حاجه طمنك بيها الدكتور على وشك وراسك؟ انت غرز سطحيه صح اللي في راسك؟ كلها قطعيه، انا شعري معظمه اتشال، الدكاتره شالوا لي بالقطر شعري، وللاسف اللي متبقي بسبب تجلط الدم فيه اتدمر خالص، فانا مش لاقيه اصلا حل تقريبا غير ان انا اقصه كله او اشيله، لان انا شعري اتدمر خالص. نفس النظام بشرتي، هنا طبعا 3 غرز وهنا 3 وهنا 3. فدكتور قال لي هو احنا لحد دلوقتي مش هقدر احدد قوي، بس ممكن العمليات لا، بس احنا هنحتاج طبعا فتره كبيره على ما نشوف هنقدر نعمل ايه. الحمد لله على سلامتك، المهم ان انت وسط امك وابوكي، ده اهم حاجه، والحمد لله انت بصحتك، وربنا يحميك يا بنتي ويحمي طريقك. انا ساعات كده الانسان بيدفع ثمن غباء الاخرين، انا مش هقدر اقول ان ده غلط، يعني انت يعني هو مش غلط، هو انسان يعني ده لابد ان بيكون عليه عقوبه، وعقوبه عنيفه، وايا كان العقوبه اللي ممكن تقع عليه. يعني برضو يا مروه احنا مع بعض، انا مش هسيبك، يعني احنا انت الجروح دي تخف وتعالي نروح مع بعض لاكبر جراح تجميل في مصر، وده وعد مني في الفيديو ده، انا بقوله نروح ننزل مع بعض نروح لاكبر جراح تجميل ونشوف، وباذن الله يا رب باذن الله مش هيسيب اثر في وشك، وتعملي كل نفسك فيه وتحققي كل نفسك فيه وتبقي ملكه جمال مصر والعالم. اوعي تخلي حاجه زي كده توقفك عن طريقك، يعني معلش والله انا نفسيا انا بقيت في البيت ومرعوبه لما بس جدتي بتصلي الفجر جنبي بالليل، خطوات رجلها خلتني قمت مفزوعه، مامتي بتعمل اي حركه، اختي جت من ظهري اتكلمت، كل اي اقل موقف دلوقتي ما بقتش بستحمله، ما بقتش بعرف انزل من البيت الا وبابايا ومامتي معايا ياخدوني حتى للدكتور كل حاجه. يعني انا حتى جامعتي، انا في جامعه القاهره، مامتي قالت لي لو ما اجلناش الامتحانات، لان انا متفوقه جدا في دراستي، انا السنه اولى خارجه بجيد جدا مرتفع، والترم اللي فات جاي جدا مرتفع، ومامتي قالت لي انا هاخدك كوزيج الامتحانات واجيب لك، لان انا مش قادره انزل خالص لوحدي، مش قادره اعمل حاجه خالص لوحدي. اكيد 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 باللي انت مريتي بيه ده صعب مش سهل. اتفضل يا فندم. يعني هو دلوقتي البيت ده بيت عيله، ها عمل الحاجات دي مع ايه؟ مع اخوه ومع ايه مرات ابوه وعمه، ولاد عمه ومرات عمه سابوا البيت، ها سابوا الشقه ومشوا، فدلوقتي دول ايه اشتروا الشقه اللي هي بتاعت ايه من ابوه مش عارف، فمش عارفه يعني هم يعتبر ايه بالنسبه له غربه، هم طفش التانيين كلهم، كل اللي يجي حتى المدرسه مش حد في البيت غيرنا قدام من اهله طفشهم، طفش ما فيش الا دول اشتروا الشقه خلاص يا فندم. ما هو كده يعني هو في السجن دلوقتي، لا هو في السجن خلاص، هو في او واقع اكتر من كده، وبعدين ده قضيه مروه بقت قضيه راي عام مش قضيه عاديه يعني، فربنا ربنا يكرم. تتحرق الشقه برضه مش موضوع شقه، موضوع مروه بس لا 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 ده شرع في قتل يا فندم. لا 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 المحامي ليه قوانين حاجات غير اللي احنا بنقولها. مروه احنا باذن الله يا رب مع بعض، واحنا باذن الله يا رب يعني هنشوف هنقدر، يعني احنا هنتخلينا على تواصل يا مر. يعني انت باذن الله الجروح اللي في وشك دي تخف كمان قد ايه؟ الدكتور مش راضي والله، حتى في النيابه قالوا لي طب احنا عايزين تقرير، قلت له يا دكتور طب قول لي حتى وقت شهور اي حاجه، مش راضي خالص. قال لي لا، هو قال لي انا مش هكتب اي حاجه، قال لي انا سايبك للوقت، قال لي ما ينفعش اكتب اي حاجه خالص. من النهارده احنا اصحاب وهنفضل مع بعض، وباذن الله يا رب اول ما الجروح دي تخف هنروح لجراح تجميل، وتكملي مشوارك مروه وانسي اللي حصل، يعني والوقت هو كفيل ان نسيت اللي حصل. خلاص ان شاء الله. انا بشكرك.
بشكرك يا حبيبي.